بدءا أرحب بضيفنا اليوم الأستاذ محسن بهدي، مدير المخيم الوطني المنعقد بالغابة الدبلوماسية لمدينة طنجة تحت شعار المخيم فضاء للتربية المشاركة والإبداع. سي محسن مرحبا بك. شكرا سيدي سوشاز، مرحبا المستمعين الكريمين. سي محسن، ما هو جديد المخيم الوطني هذا الموسم؟ جديد فيما يتعلق بمخيم ديال الجمعية المغربية للتربية الشبيبة أو مخيمات ذات السنة، هو هذا النفس الجديد ديال المتعة والإفادة بعد وباء كورونا. كان هناك انفتاح ورغبة وشغف مع الطفولة ديال جميع أنحاء المغرب، اعتبرنا أننا نشاركوا بمخيم وطني في حمولة ديال 82 طفل 150 إطار. وهذا الشغف كان تبين أن هناك حاجة، كانت هناك حاجة كبيرة للفضاءات ديال الاستفادة، فضاءات المتعة، فضاءات كذلك ديال الترفيه وديال التكوين. هذا المستوى الأول. المستوى الثاني هو حاولنا نشتغل نرسخوا ما يسمى ثقافة المشاركة وتجسيدها فعليا من خلال إشراك الأطفال في تهيئ تصوراتهم واقتراحاتهم للبرنامج، وهذا معطى إيجابي على مستوى كذلك إشراك فروعنا على مستوى أمريكا كل بتهيئ اقتراحاتهم أفكارهم باش يمكن يكون عندنا بالفعل هذا الفضاء، فضاء ديال كمدرسة المخيم كفضاء أو كمدرسة للتربية والتأهيل والتكوين وتطوير المهارات. وفي هذا الإطار انفتحتم هذه السنة على منظمة مطقش ولدي لتحسيس الأطفال من ناحية التربية الجنسية والحماية من أنواع الاستغلال. صحيح، كان عندنا هذا الانفتاح، فتحنا على عدة جمعيات ذوي اختصاص في مجالات متعددة، من ضمنها جمعية مطقش ولدي، لأنه تعتبر أن مجال ديال الاشتغال على الحماية الذاتية للأطفال هو محور مهم وأساسي. فضاء ديال المخيم يسمح لنا أننا نطوروا هذا الشق ديال التأهيل أو التنشئة الاجتماعية، وبالأخص في هذا المحور ديال الحماية الذاتية باعتبار الوضع اللي تعرفوا انتهاك ديال حقوق الأطفال كثيرة في المغرب، وبالأخص في المحور ديال الانتهاك بالعنف الجنسي اللي هو ظاهرة متسعة خصنا نتصدوا لها بالوقاية. وبالتالي اشتغلنا مع مشكورين مع الإخوان في جمعية مطقش ولدي، اشتغلوا معنا في هذا المحور ديال الحماية الذاتية أو تطوير المهارات والقدرات في مجال الحماية، وهو محور جد مهم ومتميز. وعملنا برفقتهم على أننا نفتح فضاء مفتوح لكل الأطفال اللي هم بالفعل عندهم رغبة أنهم يستفدوا. بالفعل كانت تقنيات متميزة متطورة في المجال ديال التأهيل ومجال ديال الحماية الذاتية. وإضافة إلى ذلك هناك مجموعة من الورشات، هنا نتحدث عن الورشة حقوقية، لكن إلى جانبها هناك مثلا ورشة المسرح التي هي من تأطير الفنان أحمد بالخضير مدير المركز المتوسطي للفنون المشهدية. صحيح، مشكورا سي أحمد بالخضير اللي المسنا فيه واحد النفس متميز وعشق للطفولة، وهذا معطى إيجابي عند سي أحمد. وقدرته متميزة أنه كسب لنا واحد مجموعة أطفال ورشة قارة من محترف الفنون فيها فن تشكيلي وفيها المسرح أو التعبير الجسدي، واللي كانت فرصة أنه يبدلها أو أنه بإمكانيات عند سي أحمد كيفاش طورها، كيفاش فعلها، كيفاش خرج مع الدبليدات، وهذا شيء إيجابي وتشكره بزاف، لأنه خمس أيام يحضر معنا يوميا يعطي النفس لهاد الوليدات، يعطيهم واحد المعطات متميز، يشتغل معهم على الذات، يشتغل على الصوت، على الحب، الى كل ما يتعلق بتنقيات المسرح واللي يمكن تفيد في تطوير المهاراتيه لا النفسيه ولا الذاتيه ولا الفكريه او العقليه ديال الاطفال. وفضلا عن ذلك هناك ايضا النهوض بالذوق والحس الفني والمفهوم الجمالي لدى الاطفال، وذلك عبر ورشه الفنون التشكيليه والتي هي من تاطير الطالبه ثناء بوشيبه الطالبه بمعهد الفنون الجميله بتطوان. الايجابي كما قلت هو التكامل اللي مع استاذه ثناء، لانها حاولت انها تنسق مع سي احمد كيفاش ممكن يكون ذاك الامتداد الفني حاضر في ورشات بجوج، وهذا شيء ايجابي. فكان هناك مقاربه ديال الشغل بالمشترك اللي تنعكس من المسرح ويكون عنده امتداد في الفن التشكيلي، وكانت لوحات متميزه وعطاء رائع. الايجابي في هذا الشيء كامل وكيفاش يمكن لهاد الاخوات والاخوه اللي مأطرين معنا مشكورين بزاف، انهم كيفاش انهم يمتلكون حس ديال الاهتمام بالطفوله والقدرات الفعليه ديال الشغل مع الاطفال، واستطاعوا انهم يخرجوا منهم اشياء كثيره ومفيده يمكن تفيدهم مستقبليا، وهذا بالنسبة لنا ربح مهم للأطفال المغرب أو أطفال من جميع أنحاء المغرب وربح للطفولة عامة. ما هي فئات الأطفال المستهدفة في هذا المخيم سي محسن؟ فئات الأطفال من ناحية الفئة العمرية عندنا من 7 سنين ل 15 سنة، ومن ناحية الفئات الاجتماعية عندنا جميع الفئات تقريبا. طبعا عندنا حالات للوضع أطفال فضائية اجتماعية صعبة، أطفال لفضع ديال الطبقات المتوسطة هم كثير، أطفال من جميع من العالم القروي
من العالم الحضاري للعالم الشبه الحضاري أن هناك امتداد لأكثر من 40 فرع يتواجد معنا على مستوى المغرب، وهذا شيء إيجابي لنا. التلاقح ما بين كل المكونات وكل التنوع بما فيها حضور الفتيات ديال العام القراوي، وهذا معطى إيجابي بزاف. شفنا واحد مجموعة الفئات ديال مراكز ديال الطفولة، مراكز حماية الطفولة، مراكز ديال دار الطالب ودار الطالبة في واحد منطقة متعددة، وهذا أطفال ديال أبناء من بعد المعامل الصناعية في مناطق متعددة. بمعنى حاولنا نشركوا جميع الفئات الممكنة ديال الطفولة في المغرب باش يمكن رغم الصعوبات اللي كاينة، ولكن الحمد لله كاين هذا المعطى وكاين هذا التنوع. ما ننساش نشكروا هذا الطاقم ديال التربوي اللي هو مكتب مهم أكثر من 150 إطار متطوع، وليس نستاهل أن نجد في هذه الظروف الظرفية هذه هذا الطاقم ديال الأطر اللي هي متطوعة تطوع حقيقي يدعمون الطفولة في المغرب، وهذا مكسب لنا ومكسب للوطن ككل. نعم، وهناك أيضا أطفال في وضعية إعاقة خفيفة. خفيفة صح، عندنا حالة بعض الأطفال اللي سواء الإعاقة حركية أو إعاقة ذهنية خفيفة اللي حاولنا ندمجوهم معنا. ندمجنا مع واحد فئة أطفال باش بنسبة كبيرة ثلاث أشكال أنواع الإعاقة: إعاقة ذهنية خفيفة، إعاقة حركية اللي هي خفيفة تسمح لهم أنهم يتحركوا، وإعاقة هي ذهنية ولكن ديال التوحد اضطراب توحد اللي هو خفيف اللي تمكن انهم اطفال يدمجوا ويتشاركوا ويكون عندهم بالفعل امكانيات. طبعا هذا التتبع ديال بعض الاطر لانهم بعض التجارب تيشتغلوا في مجال الاعاقه، انا اولهم، انا تنشتغل في مؤسسه ديال وزاره التضامن وعندي هذا الاهتمام بمجال الاعاقه. هذا الشيء باش حاولنا نكون عندنا مقاربه ديال دمجيه حقوقيه تكون حاضره على الاقل ولو بنسبه معينه في مجال ديال المخيم. والهدف يبقى دائما هو تمكين الأطفال من معارف جديدة وترسيخ أهمية العمل الجماعي والتعريف بالحقوق والواجبات. يتعلق الأمر إذن بالمرحلة الثانية من المخيم الوطني، يمتد إلى خامس غشت الجري تحت شعار المخيم فضاء للتربية والمشاركة والإبداع. مخيم الجمعية المغربية لتربية الشبيبة واحدة من أعرق الجمعيات الوطنية بالمغرب، وكان كان معنا في هذا الحوار سي محسن بهدي مدير المخيم الوطني بالغابة الدبلوماسية بمدينة طنجة. سي محسن مرحبا وشكرا جزيلا على هذه التوضيحات. شكرا جزيلا لكم كذلك على اهتمامكم وعلى متابعتكم للفضاءات الطفولة وفضاءات المخيمات الصيفية في جميع أنحاء المغرب. شكرا جزيلا لكم.